عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد، ولازلنا نتحدث سويا في برنامج 3D. أرحب بإخواني الأفاضل معنا في الاستوديو، أخي الحبيب حبيبي المهندس فريد، محمد رجب. حبيبي فريد، الله يبارك لك، الله يحفظك الله ويبارك يجزاك فيك. الله خير، أخي الحبيب علاء الدين العشري ربنا يبارك فيك، بتاع الورد. ربنا ربنا يبارك، يبارك فيك يا رب الله يكرمك، ويجمعنا بيك دائما في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. موضوع النهاردة بنتكلم عن السب، عن الشتم. دي موضة انتشرت حتى بين الشباب في الهزار، ممكن يخوضوا في عرض بعض، حتى هما بيهزروا، يسب بالظبط الرجل اباه فيسب اباه، بالظبط، ويسب امه فيسب امه. لكن اخواني الافاضل وخاصه علاء حابب يسمي الحلقه كيس مقطوع. هو العنوان مضحك شويه ولكن ليه يعني عله خطيره جدا. علاء الدين العشري يشرحها لنا. حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد، تخيل لو واحد مسافر بس عشان يجمع فلوس، خلاص كده هو مسافر، عايز يسافر سنة اتنين تلاتة ايا كان المدة، هو كل هدفه انه يسافر اقصر مدة ويجمع فيها اكتر فلوس، اكتر فلوس عشان يرجع ويعمل اللي هو عايزه، خلاص كده. طيب هو ماشي، ولكن للاسف كيسه اللي بيلم فيه الفلوس كيس موضوع، فطول ما ماشي فلوس عمالة ايه طوع منه، هيبقى الحال اللي وصل ليه ان عمره راح منه، هدر في الغربة ورجع ما فيش معاه فلوس. كذلك الامر، الحياة دي كلها هي غربتنا اصلا، احنا مغربين في الدنيا. ليه؟ لان ما رجعناش لسه لحياتنا الحقيقيه. قال تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. اصبح ان الحياه دي مش حياه اصلا، صحيح. الحياه هي اللي هناك، الاخره الباقي لسه هتبدا بالظبط، لكن دي مش حياه. طيب انا النهارده مطلوب مني صلاه وصوم وزكاه وحج ان استطعت، وصدقات ويوي عشان اجمع فيها حسنات. حسنات اللي انا بجمعها بضيعها مني في من كيس المقطوع اللي انا بحط فيه حسناتي، صح. بسبب سبي لي وسبي لمحمد وسبي لفلان، لمجرد انه اختلف معايا، او لمجرد ان انا مش طايقه، او لاي سبب. فبالتالي لازم كل واحد يخلي باله من كيسه. ده فكرني علاء، بعد اذن اخي الحبيب محمد، بحديث المفلس. صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام بيسال مره الصحابه، عايز يعلمهم، صحيح. فبيقول لهم: اتدرون من المفلس؟ مين المفلس في الامه؟ قال رسول الله: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، معوش فلوس، يا ما احنا هو ده المفلس بالزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم درسا في غايه الاهميه، قال: المفلس من امتي من ياتي بصلاه وصيام وزكاه. عنده صلاه وصيام وزكاه وحج، كل اعمال البر. طب ايه المشكله؟ قال: ياتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، واكل مال هذا، وسفك دم هذا، واكل حقوق العباد، نهب الخلق. فيأخذ هذا من حسناتي، وهذا من حسناتي، وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته، حسناته خلصت بسبب العباد خدوا حقوقهم ولم يبقى له شيء، أخذ من أو أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه في النار. ثم طرحت، يبقى المصيبة الكبيرة خد كمان سيئات، يعني حتى حسناته خلصت كمان. ذلك أخي محمد، أنا بفرق دايما بين العبادات التعاملية والعبادات الشعائرية. جميل. العبادات الشعائرية دي عبادات بيننا وبين الله، زي الصلاة والصيام والزكاة والحج. لكن العبادات التعاملية هي بيننا وبين الخلق. لا تصح العبادة الشعائرية بينك وبين الله إلا إذا صحت عبادتك التعاملية بينك وبين الناس. أحسنت، صح بالظبط. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد، ومن اهتدى بنا من دين وبعد. هو الحقيقه برضه من نفس المنطلق، العلماء العظام وتراثنا الاسلامي قسم الفقه الى نوعين من الفقه: فقه عبادات وفقه معاملات. وحط من ده بابواب كبيره ومن ده ابواب كبيره، وقالوا حاجه بقى ربط جسر كده جميل، قالوا ان لا خير في علم ان لم يتوج الى عمل، والكلام وخير الكلام ما صدقه الفعل. فبالفعل فعلا انت الامور العقديه الجميله اللي انت بتعتقدها، والصلاة اللي انت بتقيمها وتقيم هذه الشعيرة، لابد انها تترجم ايضا في اخلاقك في واقع الناس، ما تكونش بس مجرد شعيرة بتقام فعل افعال حركاته فقط، او امر اشبه بالتمرين فقط. لا، ده الامر ده لابد ان هو يكون منعكس على قلبك وحالك وعلى كيانك كله، وده منعكس في النهاية خالص على المعاملات في الناس. تخيل من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السب والشتم يقول: ليس المؤمن، شوف النفي زي، ليس المؤمن بالطاعن ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فما فيش مسلم يبدا يقول كلمه لا تليق. تخيل سيدنا عيسى عليه السلام، النبي عليه السلام، سيدنا عيسى، وفي يوم من الايام مره وكان بجواره خنزير. تخيل، فيقول له: امشي يا هذا، امشي يا هذا. فاحد اصحابه وحواري يقول له: تقول للخنزير يا هذا؟ قال: اخشى ان يعتاد لسان الفسق.
تخيل اخشى ان يعتاد لسان فسق. عفة اللسان بالظبط. ولذلك من انواع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال الله عز وجل للعفه، والعفه انواع من ضمن عفه الفرج واللسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف عفه اللسان، ومن يضمن لي كما في البخاري ومسلم، ومن يضمن لي كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين فكيه وفخذيه اضمن له الجنه. يقصد اللسان والفرج، اللي يضمن لسانه ويضمن افرجه. كيف الطريق لعفه اللسان دي بقى؟ شوف بقى خطورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يوم الجوارح، كل يوم الجوارح تقول اللسان اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان خطير فوق ما تتخيل. ليه بقى؟ لأن في ثلاث منافس تقريبا للقلب، ثلاث منافس في أعضاء الإنسان لدخول الشيطان القلب. إيه بقى المنافس دي؟ اللسان والعين والأذن. اللسان والعين والأذن، العين في قضية غض البصر، في قضية المحرمات لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، والسمع لا تسمع ما لا يرضي الله عز وجل، كف الأذى عموما، لا تنقل النميمة ولا تسمع ما حرم الله عز وجل كالغناء مثلا أو الموسيقى أو شيء من هذا القبيل بالضابط المعروفة. واللسان إن هو يدخل الشيطان عن طريق النميمة، نقل الكلام على سبيل الإفساد بين الناس، أو الابتزاز أو الشتم أو غير ذلك يعني. فالثلاث مداخل دول هي ثلاث أبواب للقلب. فلو أن الإنسان، لو أن أي مسلم ترك المداخل دي مفتحة للشيطان، لو تركها مفتحة للشيطان، فما يسألش الشيطان لما يدخل يسرق من قلبك الفضائل والقيم، ما يسألش ولي سرق، أنت فتح أصلا باب. فأقفل أولا اللسان. فحفظ اللسان يجي نتيجة إزاي؟ عن رفع الإيمان أولا، وعن إعلان التوبة عن اللي حصل، وأن الإنسان يركز أوي في قول الله عز وجل: وما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. ركز أوي من النقطة دي بالظبط. ولذلك على فكرة الإنسان اللي عنده أناقة في اللسان، عنده أناقة في التفكير، عنده إيمان مستقيم. لو ده حبيبي عشان وقت أصلاً. طيب نخرج لتقرير قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، ولسه بنتكلم مع حضراتكم في موضوع السبب. كيس مقطوع، كيس مقطوع. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعريف جميل للمسلم. شوف، هو ده المسلم. خصه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده، ما عدا ذلك خلاص انت مش مسلم. ده معنى كلمه مسلم، هو ده المسلم بالضبط كده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شوف، تخيل مجرد سب، هو حضرتك عندك حسنات كتيرة قوي قوي مستغني عنها؟ يعني انا مش عارف، احنا هنقول والله بجد، والله العظيم فعلا الموضوع والله مؤلم. ده غير انت مقصر اصلا. صحيح. يعني انت اصلا وكلنا مقصرين في حق رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انا زعيم ببيت في ايه؟ ربض الجنه. لمن؟ طرق. حسنة. لا خد بالك انت، لا، ببيت في الجنه لمن حسن خلقه. الله. حسن الخلق يا محمد هو اللي بيحافظ على حسناته. خد بالك، ما بيطلعش من بقه بذاء لحد، ما بيسبش حد من وراه، ما بياكلش في عرض حد، بيدفع بالتي هي بالضبط. فهو ده، خد بالك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالبيت في الجنه بسبب حسن الخلق. طبعا. فعشان بس من الوقت، عشان الوقت ان شاء الله نكمل في الحلقه
طيب نختم مع محمد رجب وبعدين نرجع في الحلقه. كان خير الختام مسك والشعر كان طيب هو يعني بيقولوا عفة اللسان تأتي من سلامة القلب. جميل. والعلماء دايما يقولوا اللسان مغرفة القلب. صحيح. أحسن. فصلاح الإنسان دائما بصلاح قلبه. تمام. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه القلب هو الملك. جميل. والأعضاء والجوارح منها اللسان. الجنود والرعايا. الجنود. جنوده ورعايا. أي. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. نكمل إن شاء الله هذا الموضوع الكريم في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.